أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء وما رزقناه منا رزقا حسنا وما رزقناه من رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء لا يقدر على
هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل
ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. صدق الله.